تسابق الزمن وتنطلق كالريح نوق حرص ملاكها على تسجيل حضورهم في أرض ميدان البشائر بولاية أدم في محافظة الداخلية من أجل إحراز المراكز المتقدمة في أول محطة لمنافسات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية 19 لموسم 2021-2022 الذي ينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلاً في الهجانة السلطانية. لا شك أن هذا الدعم يستند إلى الكثير من الجوانب، منها المادي ومنها المعنوي، ونحن في الهجانة السلطانية ننفذ هذا البرنامج بكل حرص. هذه المحطات تعتبر هي محطات رئيسية، وهي التي من خلالها يتم تضمير النوق وفرز الأفضل منها تمهيدا للختاميات القادمة إن شاء الله تعالى. ثلاثة سباقات متتالية يشهدها ميدان البشائر خلال أيام شهري سبتمبر وأكتوبر من هذا العام تمثل باكورة انطلاق المهرجان الذي سيحط رحاله على مختلف محافظات السلطنة بواقع 45 شوطا في يومين متتاليين لمختلف فئات الهجن. السباق هو يعني بداية سلسلة من المحطات، وهي أيضا استعدادا للختاميات الكبيرة، وأيضا تمثلنا مثل هذه المحطات فيهن عائد مادي لأصحاب الهجن. طيب، نشكر مولانا جلالة السلطان على دعمه، وهل الهجن أكثر يعني يحسبون لمثل هذه المحطات. الندية والمنافسة والحماس والإثارة بين الإبل المشاركة مشاهد صاحبت 30 شوطا في أول أيام السباق، خصص 13 شوطا منها لفئة الحجائج، فيما خصصت الأشواط الأخرى لفئة اللقايا. ضوابط وإجراءات أعلنت عنها الهجانة السلطانية قبل بدء موسم المهرجان السنوي للسباق، من أبرزها التسجيل الإلكتروني لدى الاتحاد العماني لسباقات الهجن، واقتصار المشاركة على النوق العمانية الأصيلة والمملوكة كلياً من قبل مواطنين عمانيين، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تقرها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 خلال أيام المهرجان. المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية سيشهد في محطاته القادمة الموزعة على مختلف محافظات السلطنة فعاليات ومسابقات ركض العرضة والمزاينة والمحالبة، إلى جانب السباقات التنافسية بين الإبل المشاركة. سعيد بن ذيب الهنائي من ميدان البشائر بولاية أدم محافظة الداخلية.